ملف آخر الآن يتعلق الأمر بتطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث حذر رئيس دونالد ترامب إيران من أن أي هجوم تشنه على المصالح الأمريكية سيؤدي إلى رد ساحق قد تكون نتيجته إزالتها من الوجود حسب تعبيره. وكانت طهران قد ردت بحده على العقوبات الأمريكية الجديدة بحق قادتها، مشيرة إلى أنها تغلق مسار الدبلوماسية. طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مغلق بالكامل. العقوبات الأمريكية التي طالت المرشد الأعلى ومكتبه وقادة في الحرس الثوري الإيراني رأى فيها محمد جواد ظريف دفعاً من حلفاء واشنطن الخليجيين للحرب. وكما هو الحال في العقوبات السابقة، يقلل الرئيس الإيراني من أهمية الخطوة الأمريكية الجديدة وفاعليتها. هذه الخطوات ترفع من معنويات الشعب الإيراني. الأمريكيون أثبتوا بأنهم كاذبون بزعمهم أنهم يريدون التفاوض، لأنهم لو كانوا يريدون التفاوض حقا لوفروا أرضية لذلك ولما بادروا للخروج من الاتفاق النووي. إلى سقف أعلى من سابقه يمضي التوتر الأمريكي الإيراني، لكن ولأنه لا مستحيل في السياسة، يرى الكثيرون وسط الجعجعة طحينة. في الكواليس من يقول أن الحديث الأمريكي لم يعد عن 12 شرطا، وإنما عن السلاح النووي ورفع تدريجيا للعقوبات. ليبدو المشهد من هذه الزاوية نقل للأزمة إلى مربع الأولويات. هل تعربون عن قلقكم حيال 150 شخصا؟ كم من الأفراد والأجيال قتلتم بأسلحتكم النووية؟ نحن من يرفع لواء محاربة السلاح النووي الذي لن نسعى لامتلاكه لأسباب دينية واستراتيجية، فهو يعارض توفير الأمن ويناهض الإنسان. عمليا تزيد العقوبات الأمريكية من تضييق الخناق على طهران. يقول خبراء إنها رمزية إذ تسمي المرشد الإيراني، لكنها ليست كذلك إذ تطال مكتبه وما يتبعه من مؤسسات، وهي سياسية بدرجة أكبر إذ تطال من وصف بمهندس الاتفاق النووي. نفسية الإدارة الأمريكية هي شبه منهارة بسبب أن أحد أكثر الطائرات تطوراً في الولايات المتحدة بالنسبة للجيش الأمريكي استطاعت إيران إسقاطها، والولايات المتحدة لم تستطع أن ترد. في زاوية ضيقة يواصل التوتر الإيراني الأمريكي تفاعله، توتر يخرج عن حالته الثنائية بالتأكيد في ظل المواقف المتفاوتة لدول العالم، مواقف قد تختلف في التفاصيل لكنها تجمع في معظمها على ضرورة التهدئة. حازم كلاس، العربي، طهران. إلى الموقف الروسي حول هذا التوتر، حيث أشار أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى أن الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها طهران الأسبوع الماضي كانت ضمن المجال الجوي الإيراني، وهو ما يتناقض مع التأكيدات الأمريكية. تصريحات باتروشيف كانت من القدس، حيث يجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تزامنا مع تصاعد حدة التوتر الإيراني الأمريكي. ما أعرفه عن الطائرة الأمريكية المسيرة، ووفقا لما لدي من معلومات من وزارة الدفاع الروسية، فإن هذه الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني، ولم نتلقى أي دليل آخر. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر من جهته أن الوضع حول إيران يتطور بشكل خطير، مذكرا بسيناريو العراق عام 2003. الوضع مع إيران يتطور إلى سيناريو سيء للغاية، ويذكرني بالعقوبات الأمريكية ضد صدام حسين، بل ضد العراق. ونحن نتذكر كيف انتهى هذا الأمر في عام 2003 عندما أعلنت الولايات المتحدة انتصار الديمقراطية في العراق. يمكننا استخلاص العبر بشأن مدى نجاح الديمقراطية في السنوات ال16 الماضية. إذن يعكس إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية تطورا في القدرات العسكرية الإيرانية، قد يشكل تحديا محدودا للتفوق الأمريكي الجوي في حال نشوب حرب مفتوحة بين البلدين. طائرة جلوبال هاوك من الحجم الكبير، إذ يبلغ طول جناح هذه الطائرة 40 مترا وتحلق ببطء على ارتفاع كبير، ولكن كما حدث الخميس الماضي فأن هذا الأمر ليس عائقا أمام بعض أنظمة الدفاع الإيرانية.
وتملك طهران 32 بطارية من صواريخ أرض جو S-300 الروسية استلمتها من موسكو بدءا من عام 2016. وطورت إيران كذلك نسخها من هذه الأسلحة، ومن بينها منظومة باور 373 وسامرعد اللتان يتم عرضهما مع منظومات أخرى في الاستعراضات العسكرية. في شأن متصل، حذر وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريو من أن انتهاك إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيشكل خطأ فادحا وردا سيئا على الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على طهران. جاء ذلك بعد أن أعلنت إيران أنها ستشرع مجددا في تخصيب اليورانيوم قريبا. يعتبر التصعيد سلاحا نوويا أيضا، لأن إيران أعلنت عزمها على عدم الوفاء بالتزامات معينة في اتفاقية فيينا، ولا سيما فيما يتعلق بالمخزونات المسموح بها لليورانيوم منخفض التخصيب من الغاز. إذن للمزيد تنضم إلينا من واشنطن نكار مرتضوي الكاتبة الصحفية الإيرانية، مرحبا بك معنا. إذن تصعيد كلامي جديد بين إيران والولايات المتحدة، دونالد ترامب يقول بأنه سيرد ردا كاسحا وسيقوم بسحق ومحو إيران من الوجود في هذه المصطلحات التي يستخدمها. ماذا يفهم برأيك من تصريحات ترامب؟ هل هي تخفي ربما استعدادا أمريكيا لشن هجوم في أي لحظة على إيران؟ لا أعتقد أننا بصدد هجوم وشيك، فأنت كما تذكرون فسبق وصرح ترامب بأنها إذا تجرأت إيران على مهاجمة مصالح أمريكية فإنها ستكون نهاية إيران، ثم بعد ذلك عاد وقال بأنه يتطلع إلى حل على أساس سياسي. يبدو أن الرئيس ترامب منذ حملته الانتخابية وصولا إلى رئاسته لا يبدو أنه من أنصار الحرب، وهو ما يتعرض للنقد من كلا الجمهوريين والديمقراطيين، لكن لا أعتقد أنه بصدد شن هجوم على إيران أو بدء حرب معها. هو استبعد الخيار العسكري، ولكن عندما يستخدم مصطلحات من قبيل سحق إيران من الوجود، وهي أول مرة يستخدم فيها مثل هذه المصطلحات. على كل، روسيا أيضا تدخل على خط الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. تصريحات مهمة لمسؤول روسي يشارك في الاجتماع الثلاثي في إسرائيل حول إيران، تصريحات مهمة أيضا لوزير الخارجية سيرجي لافروف. كيف تقرؤون من واشنطن هذا الموقف الروسي، وهل إيران يمكن أن تعول على روسيا كحليف قوي في هذا الخلاف مع واشنطن؟ نعم هذا صحيح، هذا تصريح سياسي مهم وقوي للغاية أن تقول روسيا بأن إيران حليف لها في الشرق الأوسط وفي سوريا، وهذا ما رأيناه حيث تنسق روسيا وإيران ويحاربان معا في معسكر واحد. في الوقت نفسه حاولت روسيا أن تنأى بنفسها عن محور وجوهر هذا الصراع والنأى بنفسها عن العقوبات، لكن قد يكون هذا مؤشر أيضا الإشارة الروسية في أن الطائرة الأمريكية التي أسقطت كانت تحلق في الواقع ضمن المياه الإيرانية. في روسيا في الواقع تحاول التخفيف من حدة التوتر وتحذر بأن دخول الطرفين في حرب يعني دخولنا في حرب مدمرة. نحن نرى الآن ترامب يحذر والأوروبيين أيضا يحذرون من إقدام طهران على انتهاك بنود المعاهدة النووية، لكن أعتقد أن الروس يحاولون التدخل من أجل تخفيف حد التوتر نوعا ما. شكرا لك من واشنطن نكار مرتضوي الكاتبة الصحفية الإيرانية.